والآن إلى عالم التقنيات والابتكارات وشباك التكنولوجيا مع الزميلة سلمى ناصر. مساء الخير سلمى، مساء النور ديما، أهلا. سلامتك أول شيء، الله يسلمك. يعني شكرا أنك بذلت جهد اليوم لتكوني معنا حبيبي أشوفك. رغم البرد. إيه شو عنا اليوم؟ اليوم حنتكلم عن ملاعب قطر التي تتجهز لكأس العالم عام 2022، كيف إنها مبتكرة وصديقة للبيئة وبنفس الوقت فيها تكييف. إذن فقد أكدت السلطات القطرية أن تبريد الملاعب غير ضار بالبيئة، وذلك ردا على تشكيك منظمات بيئية في جدوى هذه التقنية المتطورة، خصوصا مع انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة. الملاعب القطرية ستكون صديقة للبيئة قدر الإمكان في استاد خليفة الدولي، مقر البطولة الرئيسي وأحد الملاعب المضيفة لمونديال عام 2022. نظام تبريد يجعل الحرارة داخله ما بين 23 درجة و25 درجة، رغم أنها كانت تكود تصل إلى 38 درجة خارجه. كما أن ملاعب كأس العالم لكرة القدم ستكون محايدة الكربون حسب ما أكد محمد أيوب مدير الأبحاث بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. كيف بقى بدها تكون؟ هناك التزام تعهد به سمو الأمير نفسه بأن ملاعب كأس العالم عام 2022 ستكون محايدة الكربون، وهذا يلزم بأن تكون جميع أشكال الطاقة بما في ذلك التبريد في الملاعب موفرا للطاقة. ستستخدم الطاقة الشمسية في الملاعب وتكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه. طيب كيف محايدة للكربون أول شيء؟ محايدة الكربون يعني ما حتستخدم المولدات الطاقة اللي بتعتمد على الديزل الملوث للبيئة، يعني حتكون اعتمادها بشكل كبير على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة وأشعة الشمس، وهذا يمكن تحدي كبير لقطر لأنه تحتاج إلى تبريد كثير أو كثيف في الملاعب، خصوصا أنه جوها شديد الحرارة والرطوبة. الجدير بذكر أنه هاي مش أول مرة قطر تعتمدها، يعني قطر تعتمد التبريد في ملاعبها من 10 سنين في ملعب جاسم بن حمد، ولكن هاي المرة أنه هو صديق للبيئة، عشان هيك هي تستهدف توليد طاقة كهربائية باستخدام أشعة الشمس خلال العامين القادمين 200 ميجا وات عشان تستخدمهم. ما إن شاء الله تعتمد معناتها للطريقة الدائمة بما أنها هذا المفروض يصير. صديقة للبيئة. صحيح. نعم. ممكن يخفف من التلوث انه المشجعين داخل قطر ما حيضطروا يستخدموا طائرات داخليه، لانه هي قطر صغيره والملاعب ما في بينها مسافات كبيره مثل ما صار في البطولات الثلاثه السابقه. مشجعين يعني الناس اللي بتحضر الكرة، أيه. ما حتضطر تسافر من ملعب لملعب باستخدام الطائرات، وهذا بيقلل من انبعاث الكربون. ليش بيسافروا من بين ملاعب الطائرات؟ صحيح. ليه؟ لأنه بيكون بدو مثلا في روسيا كان في ملعب مثلا نصف النهائي في مدينة، وكأس العالم أيه. نهاية العالم كأس العالم في قطر كله. هلا ما راح يضطروا. اوكي قلت لحالي يعني حلو يصير التنقلات، كان انا لاني مهووسه اليوم بالطائره. طيب كيف ممكن تبريد الملعب اذا ما بعرف اذا ملعب مكشوف او لا؟ صحيح. هلا كانت الفكره انه ممكن يكون ملاعب مغطاه قابل للطي، ولكن هم قالوا احنا حنتوجه لشيء اكثر ثوري وتقني اكثر، انه انا بدي ابرد الملاعب وهي تكون مفتوحه. ببساطه الفكره قريبه جدا من مكيف السياره. بيتم سحب الهواء الساخن من خارج الملاعب وبدخل في مبردات هواء تستخدم الطاقة الشمسية. هذا الهواء عن طريق أنه المبردات بيتم تحويله إلى هواء بارد، بعدين هذا الهواء البارد بيدخل على الملعب. هلا اللي حيصير انه مش حيتبرد كل الملعب، الاماكن حتتبرد هي الاماكن جلوس المشجعين والعشب ووين بقعد اللاعبين والملعب نفسه. غير هيك في مراوح كتير كبيرة حتقوم كمان شو وين بده يتبرد غير هيك؟ ذكرتي الملعب كله يعني. لا يعني مكان اللعب والعشب ومكان من الهواء الخارجي وين مش حيكون؟ مين حيطير يعني بالهواء الخارجي؟ الكرة كمان الكرة مثلا. إنه أماكن محددة اللي حتكون فيها تبريد العشب ومطرح ما بيقعد الناس مطرح اللاعبين. بس لازم يخافوا من ضربة الشمس معناتها لأنه صعب الشمس تغطى. نفكر فيها. طيب والموضوع الثاني ولا؟ موضوعنا الثاني برضه هو فكرة جديدة مبتكرة أضافتها قطر. هاي المرة انه يمكن اول مرة تطبق في كأس العالم، في بطولات كأس العالم. هاي فكرة جديدة. اذا فقد قطر اضافت ابتكار جديد تضيفه قطر لخططها بشأن استضافة كأس العالم لعام 2022.
اللجنة العليا المسؤولة عن تنظيم أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط أكدت أن العمل على ملعب رأس أبو عبود الذي يمكن تفكيكه كاملا يجري حسب ما هو مخطط له. هذا الملعب يتميز بتصميمه المبتكر والجريء، إذ يتم بناؤه باستخدام حاويات الشحن البحري بالإضافة إلى مواد قابلة للتفكيك تشمل الجدران والسقف والمقاعد، والتي تجتمع معا لتشكيل مكعب منحني الزوايا ذا إطلالة مميزة، كما أنه سيستوعب 40,000 مشجع حسب ما أكد محمد عبد الله الملا مدير مشروع ملعب رأس أبو عبود. لقد توصلنا إلى فكرة بناء الملعب من حاويات الشحن البحرية والهياكل الفولاذية، وبالتالي فإن الهيكل الصلب هو من سيحمل الحاويات في الملعب، وهي فكرة فريدة من نوعها. يا سلمى، شو فائدة ملعب قابل للتفكيك؟ تفكك. هلا بعد كل بطولة دولية أحيانا في كأس العالم لكرة القدم، البطولات المماثلة، الدول بتلاقي حالها أمام ملاعب كبيرة ومباني رياضية هي مش ممكن تستفيد منها، وبتحب إنه وبتاخذ مساحة كبيرة منها. فالفكرة هنا إنه بعد بطولة العالم في قطر هذا الملعب سيتم إزالته بالكامل وتفكيكه والاستفادة من المواد الصنع فيها في إنشاء مباني رياضية وغير رياضية في قطر وخارجها. هاي الفكرة منه. هو الملعب نفسه تبع. الملعب نفسه حيتفكك. وشو يعني شو كمان بيميزه غير إنه؟ أول شيء هو من بين كل ملاعب أقل تكلفة وأكثر صديقة للبيئة وأكثر ابتكارا. كمان هذا الملعب ممكن يتفكك، يعني هو بيسع هلا 40,000 مشجع، ممكن يتفكك لملعبين يسع 20,000 مشجع لأنه قابل للتفكيك. فهي أهم ميزاته. ننتقل للموضوع الثالث. الموضوع الثالث يعني مبتكر ولكن بعيد جدا عن قطر. فقد أعلنت شركة جوجل الأمريكية أنها تطور حاليا سترة ذكية يمكنها أن تجيب بدلا منك على المكالمات الهاتفية وتلتقط صور السيلفي. جوجل طورت السترة متعاونة مع شركة ليفايس لصناعة ملابس الجينز، وأطلقت عليها اسم جاكيت تراكر. دعمت السترة بتقنية جديدة تدعم تقنية بلوتوث تثبت في الكف الأيسر للسترة، التي تعمل بمثابة لوحة لمس تتمكن من التحكم بالموسيقى وعدد التطبيقات للسترة الجديدة، أيضا القدرة على تشغيل مساعد جوجل. سلمى، ما هي ميزات هذه السترة؟ ببساطة هي أحد تقنيات القابل للارتداء، إنه بيكون في الكف الأيسر في لوحة تحكم، أنت إذا بدك تحكي مع حدا أو حدا أو بدك تسمع الميوزيك أو بدك تشوفي جدولك اليوم عن طريق حركات معينة، هي لها أربع حركات، يا أما سحب لأسفل يا أما سحب لأعلى أو خبطتين عليها، فهي بتقدر تجيب حسب أنت كيف البرمجية، ممكن تسمع الموسيقى أو مثلا تشوفي شو درجة الحرارة بالخارج. حبكت يعني أنت ولابس الجاكيت تعملي كل هالأشياء مع بعض. طبعا هلأ كمان فيها ميزة تانية، إنه إذا بدك مثلا تشوفي مثلا شو تركت تليفونك في مكان أنت مش عارفة بعيد عن الجاكيت تعطيكي تنبيه إنه تليفونك مش معك وبتعطيكي مكانه. نعم، متوفرة هلأ فينا، متوفرة بالأسواق وسعرها تقريبا $250 للي بيحبها. شكرا كتير سلمى، نلتقي الأسبوع المقبل. سلامة قلبك.